أهلا بكم. خلال الأيام القليلة الماضية كان اليمن محورا لعدد من اللقاءات الدبلوماسية بين أطراف إقليمية ودولية، على رأسها اللقاء الذي جمع مسؤولين سعوديين مع نظرائهم الإيرانيين في العاصمة الصينية بكين. كان لافتا في هذا اللقاء الذي ضمن الجهود الصينية لتحسين العلاقات بين الرياض وطهران تأكيد الجانبين دعمهما للحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دوليا تحت رعاية الأمم المتحدة، وهي صيغة مريحة للجانبين لتجنب الخوض في التفاصيل. فمن جهة تبدو طهران ماضية في طريقها للتخلص من ثقالة أدوارها الإقليمية أو على الأقل التقليل من تأثيرها لتجنب مزيد من التصعيد مع واشنطن والكيان الصهيوني، خصوصا في ظل مجيء ترامب للسلطة. أما الرياض الراغبة بالانسحاب من الملف اليمني والتوصل لتسوية سياسية سريعة، فإن هذا التطور قد يعني دورا إيرانيا إيجابيا لدفع ميليشيا الحوثي نحو القبول بالاتفاق المنتظر. الملاحظ أن هذه الصيغة المحايدة أو الملتبسة كما يراها البعض تجنبت التأكيد على مرجعية الحل التي لطالما تشير إليها الشرعية والرياض والمعروفة بالمرجعيات الثلاث، وهو ما يدفع البعض للقول أن الرياض بهذا تستكمل حلقة تخليها عن الشرعية مقابل الحصول على تسوية تضمن لها بعض أهدافها في اليمن. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، كما أرحب بضيفي من مدريد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عادل الشجاع. دكتور عادل، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. وأيضا سيكون معنا من عمان نبيل العتوم الخبير في الشأن الإيراني. وأبدأ إذن معك دكتور عادل بالسؤال المشترك: تحسن العلاقات الإيرانية السعودية كيف سينعكس على الملف اليمني برأيك؟ ولا بد أولا من معرفة المحدد الأساسي لأمن الدول الذي بموجبه تأتي الاستجابة وقدرة هذه الدولة أو تلك على تشخيص التهديد. وهذا التهديد يخضع لخمسة عوامل، من ضمنها العامل الجغرافي والقدرات الهجومية لدى هذه الدولة، النوايا السياسية، واقعية العداء، وإمكانية الدولة أيضا في مسألة المواجهة. ولهذا فاليمن تقع في منطقة التضاد بين السعودية والإمارات، وترتبط بالبند الثالث أو بالنقطة الثالثة المتعلقة بالنوايا، وهذه النقطة ترتبط حقيقة بإشكالية خاصة مع غياب الثقة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران. فنحن حينما نستقرأ العلاقة التاريخية بين البلدين حتى في فترة التقارب بينهما في فترة ما قبل الثورة الإسلامية فترة الشعب، كانت أيضا تحدث هناك خلافات بين الطرفين، لأن هناك تنافس بين البلدين، وهذا التنافس يرتبط بدرجة أساسية على الجانب الاستراتيجي السياسي، ثم أيضا أضيف إليه عامل الإيديولوجيا الدينية المتناقضة بين ما تمثله المملكة العربية السعودية في الإطار السني وما تمثله إيران أو الثورة الإسلامية في إيران في التوجه الشيعي. لذلك مهما تقارب البلدين أو حل خلافاتهما، فإن اليمن ستظل ساحة خلفية لإدارة الصراع بينهما، على اعتبار أنه المشكلة في اليمن والأزمة في اليمن أصبحت قضية مدولة
على المستوى الدولي، وكل بلد يريد أن يحل مشاكله بالضغط على الطرف الآخر. فهناك صراع سياسي جغرافي على اليمن، وصراع إيديولوجي أيضا متعلق بالتجاذبات في الجانب الديني، سواء ما يتعلق بالجانب الشيعي الذي تمثله إيران، أو ما يتعلق بالجانب السني الذي تمثله المملكة العربية السعودية. لذلك أي تقارب من وجهة نظري ومن خلال قراءتي للمعطيات وتحليلها، فإنه لن ينعكس إيجاباً على الساحة اليمنية، إلا إذا اليمنيون أنفسهم حاولوا أن يتقاربوا ويخلقوا نوع من التوافق السياسي فيما بينهم للمرحلة القادمة. وضحت. أنتقل أو أرحب مجدداً بضيفي من عمان نبيل العتوم، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. سيد نبيل، أهلاً وسهلاً بك معنا. تحسن العلاقات إذن بين الطرفين السعودية وإيران، كيف يمكن لهذا التحسن أن ينعكس على الملف اليمني؟ مساء الخير، تحية لك ولضيفك الأعزاء. يعني أنا بعتقد أنه هذا يرتبط بمجموعة من العوامل أو المحددات أو المتغيرات. مدى جدية إيران في اعتبار الساحة اليمنية كساحة لتبادل الرسائل مع الخصوم والمنافسين. الكل يدرك تماما أن إيران لا زالت توظف هذه الأزمات كساحة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، خاصة لأن الجانب الإيراني يسعى إلى تحويل التهديدات إلى فرص، ومحاولة استغلال مداخل الأزمات الإقليمية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب فيما يتعلق أولا بالملف النووي الإيراني، وحاجة إيران إلى الوصول إلى مقاربة بخصوص هذا الملف، ما يشكل من تحدي كبير، مع خاصة مع وصول إدارة ترامب. واليوم كما تعلمين أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعلانا يدين النشاطات الإيرانية، وهذا الأمر يشكل تهديد خطير، خاصة مع سعي إيران إلى تصعيد الأنشطة النووية. الجانب الإيراني يسعى خلال الفترات القادمة إلى القيام بعدد من الخطوات، مثل زيادة كمية تخصيب اليورانيوم، تخليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعليق عمليات التفتيش على منشآتها النووية. وهذا يعتبر يعني رد مباشر على ما تعتبره تهديد لسيادتها. لكن في نهاية المطاف، عادة ما يقوم الجانب الإيراني باستغلال الأزمات الإقليمية، لا سيما الحركة الحوثية في اليمن، لتوجيه رسائل، سواء لمحاولة العبث بالأمن الإقليمي، تهديد أمن الملاحة، محاولة إعاقة، دعيني أسميه أي عملية استقرار أو تهدئة، لأن الجانب الإيراني كما تحدث عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين أنه مستعد لوضع كافة الملفات على الطاولة. وإذا كنت تذكرين حتى علي اللرجاني، الرجل القوي في النظام الإيراني ومستشار المرشد ورئيس مجلس الشورى السابق، تحدث على أنه هي مستعدة لمناقشة الملف اليمني مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الملف الإيراني، وحتى أنه وصلت الأمور إلى أنه هي مستعدة للتعاون مع الجانب الغربي للحوار حول القرار 701 بخصوص، يعني بمعنى أن إيران نصبت نفسها بديل عن اليمنيين، وبديل عن اليمنيين وعن السوريين وعن العراقيين وعن الفلسطينيين، للبحث في ملفات المنطقة. وبالتالي إحنا عندما نتحدث عن محاولة الجانب الإيراني تحسين العلاقات مع الجانب السعودي، هذا يرتبط بملفات عديدة، من ضمنها الملف النووي، من ضمنها دور إيران المزعزع والاستقرار من خلال الأزمات الإقليمية، خاصة الجانب الإيراني قام بنقلة نووية خلال الفترة السابقة عبر إنشاء أكثر من 85 ميليشيا موجودة عبر المريخ. هذه الميليشيات في نهاية المطاف هي عبارة عن فرق مركز للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني، وأحد المصدات للدفاع عن إيران، ومن ضمنها الحركة الحوثية. وبالتالي عندما يتم بحث هذه الملفات، لا يمكن أن يتم بحثها بمعزل عن طبيعة العلاقات الثنائية والوصول إلى مقاربة مبنية على التعاون، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وكما يقول الجانب الإيراني دائما، سياسة تشنج جداية أو إزالة التوتر مع العالم الخارجي وإعطاء الجيران ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية أولوية في هذا الأمر، هذا لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن دراسة هذه الأزمات وتأثيرها على طبيعة العلاقات المتشابكة والمعقدة بين العديد من النقاط التي ذكرتها سيد نبيل، سنعود إليها ضمن محاور هذه الحلقة. لكن أعود إليك دكتور عادل،
مسألة الحضور المكثف للملف اليمني ضمن هذه اللقاءات الدولية وفي الأروقة الدبلوماسية، ما نوع الحل من وجهة نظرك الذي يمكن أن تخرج به هذه اللقاءات؟ إذا ظل الملف اليمني في إطار التجاذبات بين المصالح الإقليمية والدولية فإنه لا يمكن أن يأتي الحل، وإذا جاء الحل فإنه سيكون لصالح هذه الأطراف الإقليمية والدولية. حل الملف اليمني يخضع لليمنيين أنفسهم، للإرادة اليمنية. إذا أراد اليمنيون أن يحلوا أزمتهم فعليهم أن يخلقوا توافقاً فيما بينهم على السلطة المتنازع عليها، وهنا سيفرضون إرادتهم على الأطراف الإقليمية وعلى الأطراف الدولية. لكن إذا ظل هذا الملف في إطار التجاذب الإقليمي فإن السعودية بطبيعة الحال ستنطلق من مصالحها الاستراتيجية، وكذلك إيران ستنطلق من مصالحها الاستراتيجية. اليوم إيران تطرح الملف اليمني في إطار ملفها النووي، والمملكة العربية السعودية ليست طرفا في هذا الملف النووي. نحن نعلم بأن الملف النووي هو بيد الدول الخمس أو الدول الست زائد ستة زائد واحد. السعودية كطرف أساسي ورئيسي متضرر من هذا الملف هو غير حاضر. على هذا الأساس السعودية تريد أن تحل مشاكلها مع إيران، وإيران تريد تحل مشاكلها مع السعودية. ومثل هذه المشاكل تبدأ بدرجة أساسية بحل المشاكل الصغيرة للوصول إلى القضايا الكبرى. وهنا الملف اليمني لا يمكن أن يكون إلا متأخرا، وستكون الإرادة للبلدين هي خاضعة لمسألة الثقة بينهما. إذن الملف اليمني لا يمكن أن تحدث له حلحلة إيجابية في ظل هذا التقارب السعودي الإيراني. نعم، ما يفهم من حديثك أنك أشرت في البداية إلى مسألة أن الأطراف الإقليمية المحلية عليها أن تتصالح أولا إذا أرادت الحصول على حل، ومن بعدها قد تتفاعل الأطراف الإقليمية المهتمة بهذا الملف والمعنية به دكتور عادل. لكن أيضا المسألة، يعني أنت في ذات الحديث تشير إلى أن هناك رغبة سعودية في الخروج من هذا الملف اليمني وهذا المأزق، وأيضا هناك رغبة إيرانية خصوصا مع التغيرات التي حدثت في البيت الأبيض. كيف يمكن فهم هاتين المقاربتين بما أن هاتين القوتين الإقليميتين هي من تتحكم بالأطراف المحلية داخليا؟ هاتين البلدين تتعامل مع اليمن بوصفه بلدا ضعيفا ويمتلك مساحة كبيرة، وهو يعد أرضية مناسبة بل أرضية خصبة للاستقطاب المذهبي والسياسي لكلا البلدين السعودية وإيران. وحينما يكون البلد ضعيف لا يمكن بأي حال من الأحوال لهذه الدول ذات المصالح أن تأتي لكي تعمل على إيجاد حلول بعيدة المدى. هي تريد أن يظل الاستقطاب قائماً بالنسبة لهذه الساحة، وهذا ما هو حاصل من قبل السعودية وإيران. هناك استقطاب كبير على المستوى السياسي وعلى المستوى الإيديولوجي. كلا البلدين يحمل الطرف الآخر مسؤولية ما يجري في اليمن، ويعتبر السعودية تعتبر إيران تهدد أمنها القومي، وإيران أيضا تعتبر السعودية قد تدخلت في اليمن وبدأت أيضا تضيق الخناق على جماعة الحوثي التي تنتمي أو هي على توافق مع التوجه الإيراني. سيد نبيل، بما أنك أشرت إلى أن الملف اليمني أصبح بيد القوى الخارجية حصرا، وبأن التفاهمات التي قد تنتج عنها هذه التحركات لربما قد تحدث حل على مستوى الأزمة اليمنية، فيما يتعلق بالحديث الدائر حول أنه لا حل إذا ما تصالحت الأطراف المحلية، كيف يمكن إذن يعني أن تنعكس هذه التحركات على الأزمة اليمنية ورغم
أن الأطراف المحلية ليست متوافقة حتى الآن. يعني هذا التوافق هو مشروط بنهاية المطاف بالدور الإيراني. الدور الإيراني هو عبارة عن لاعب رئيسي في هذه الأزمات الإقليمية. المشكلة أنه ما حدث في غزة وما حدث في لبنان وخشية إيران من خسارة العمق الاستراتيجي لها عبر تدمير حماس وتدمير حزب الله اللبناني، على اعتبار أن هذه الحركات قد دخلت التاريخ من ناحية وخرجت من الجغرافيا، هذا سوف يؤثر على إيران وعلى دورها المهم في المنطقة، باعتبارها أنها كانت حزب الله اللبناني هو رأس الحربة في المشروع الإيراني، خصوصا بعد مقتل قاسم سليماني في يناير العام 2020. هذا أحدث إرباك كبير بالنسبة للجانب الإيراني مع خسارة قاسم سليماني وتولي إسماعيل قاني الذي يعرف بالجنرال الشامي الذي لا يمتلك الكاريزما التي كان يتمتع بها قاسم سليماني. هذا أضعف الدور الإيراني وجعل إيران تنقل جزء كبير من المهام التي كان يتولاها سليماني وفيلق القدس إلى حزب الله اللبناني، وحزب الله بات عبارة عن غرفة عمليات يوجه أذرع إيران وميليشياتها الموجودة عبر الطريق الإقليمي، ومن ضمنها طبعا الميليشيات الحركة الحوثية. وبالتالي هذا ولد نقطة مهمة وخطيرة، أنه الآن هذا التدمير لوكلاء إيران عبر استهداف حماس وحزب الله اللبناني سوف يجعل الإيرانيين يفكرون بطريقة مختلفة عبر محاولة إحياء ودعم وتجيش ميليشيات جديدة في المنطقة، خاصة ميليشيات الحشد الشعبي الموجودة في العراق واليمن، وتقويتها عسكريا واستخباريا وتجسيسيا لتعويض ما حدث من خسارة كبيرة لها. وبالتالي الآن هذا التعويل، يعني أنا بعتقد سوف يكون مشروط بدور أكبر لميليشيا الحركة الحوثية، يعني هي غير معنيه بالتوافق في هذا التوقيت بالذات، لان يعني سوف يتم توظيف الحوثيين لزياده الضغوط الدبلوماسيه عبر شن حمله دبلوماسيه لتوسيع دائره الحلفاء الاقليميين بهدف الترويج لقدرات ايران وامتلاك اوراق ضغط على الولايات المتحده الامريكيه وعلى الدول الغربيه. الامر الثاني، الحركه الحوثيه وميليشيا الحشد الشعبي سوف تبقى اداه للتصعيد العسكري والامني، وبالتالي سوف تدعم ايران هؤلاء للقيام بعمليات في الساحات الإقليمية مستهدفة مصالح أمريكا والدول الغربية وإسرائيل، وقد يتضمن ذلك تصعيد الأنشطة في مناطق عديدة ليس فقط في مضيق هرمز والخليج العربي، بل أيضا في البحر الأحمر وبحر العرب. الأمر الثالث والمهم أيضا أنه سوف تسعى إيران إلى بناء مفاوضات مشروطة مع الدول الغربية عبر استخدام لغة التهديد ممارسة ضغط على الدول الغربية لإجبارها للدخول في مفاوضات جديدة لتقديم تنازلات في القضايا النووية وطرح شروط جديدة في محادثات العودة للاتفاق النووي للجانب الأمريكي، ومن ضمنها توظيف الحركة الحوثية على اعتبار أن هذه الحركة غير منضبطة وغير محكومة بديناميكيات الساحة اليمنية الداخلية على خلاف مثلا حزب الله اللبناني. الأمر الآخر والاستراتيجية المهمة لتوظيف الحركة الحوثية للرد الاقتصادي والتجاري عبر محاولات طهران تعطيل تدفق النفط والغاز والتجارة عبر البحر الأحمر وعبر الخليج العربي وغيرها، وأيضا خلال السعي إلى إحداث أو تعبئة إعلامية قد يستخدم فيها إيران وسائل الإعلام ليس فقط المحلية بل أيضا وسائل الإعلام المحسوبة لأذرعها، ومن ضمن الحركة الحوثية لمحاولة تعزيز روايتها حول القضية الفلسطينية قارعة الاستكبار العالمي ومحاولة تجيش ما يسمى به دائما بيطلق عليه باللغه الفارسيه بس يقدم التعبئه الشعبيه على المستوى الداخلي والخارجي، وبالتالي هذه السيناريوهات ستكون مشروطه اعتقد الثقه بالحركه الحوثيه وعلاقتها بالتركيا وصول الى توافق مع المملكه العربيه السعوديه سوف تكون مشروطه بتطورات الموقف الاقليمي والدولي برمته. نعم، دائما يعني في حديثك سيد نبيل تشير الى مساله ان العلاقه ما بين الحوثيين والايرانيين متماسكة قوية، يحصل الحوثيون على هذا الدعم بينما القدرة الإيرانية على التحكم بهذا الطرف الداخلي لا تزال قوية، ولربما يعني مسألة الإحلال كما أشرت وتعويض الخسارة التي منيت بها في ميليشياتها حزب إلا. نعود إلى البيان السعودي الإيراني عقب هذه المباحثات في الصين والذي تحدث عن دعم حل في اليمن يتوافق مع المبادئ المعترف بها دوليا برعاية
أممية. مسألة يعني بنيت سؤالي على مسألة قوة العلاقة الإيرانية الحوثية، بينما يبدو من خلال هذه الصيغة أن الرياض قد تتخلى عن المبادئ التي دائما ما تتحدث عنها، وهي مسألة المرجعيات الثلاث، ولربما قد تتخلى عن الشرعية اليمنية الداعم الأساسي لها. شوفي الآن هنالك يعني المملكة العربية السعودية محكومة بعلاقتها بالملفات الإقليمية، لا سيما الملف اليمني، بعدد من الاعتبارات، جزء منها يتعلق بالأمن القومي السعودي، المصلحة السعودية فيما يتعلق بمتغيرات إقليمية ودولية، خاصة مع وصول إدارة ترامب. وأنت شفت خلال الفترات الماضية كانت حتى حالة الميوعة في الموقف الامريكي من الحركه الحوثيه، وتشجع الحركه الحوثيه وتشجع ايران، مره بيحطوها على قائمه الارهاب، مره بيتم ازالتها عن قائمه الارهاب، وطبعا قرن ذلك بالمساعدات الانسانيه وبطبيعه او اهميه الحوار مباشره مع الطرف الحوثي، وكان هنالك عمليات دعيني اسميه للقاءات مباشره وشبه مباشره مع الحركه الحوثيه، وللتوصل الى اتفاق ما برعايه عدد من الدول، لكن في نهايه المطاف منيت بالفشل لأسباب عديدة، ليس المقصود هنا المرجعيات الدولية، أن تبقى هنالك مرجعية إيران وموقفها. وأنت شفتي موقف إيران من الجانب من الأزمة اللبنانية، أكبر مثال على ذلك، يعني هذا الموقف المضطرب غير المنسجم، بيطلع لك الرئيس الإيراني ويطالب ب أو بيبعث حتى المرشد الإيراني بيبعث عدد كبير من المسؤولين إلى لبنان، ويتحدث عن أهمية الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وأنها هي حرة في اتخاذ قراراتها. وزاد ذلك قطع المرشد علينا، يقول لك توجه رسالة إلى الشعب اللبناني يقول مقاوم مقاوم مقاوم، ثم بخرج علينا عدد من المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم قائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن أهمية استمرار في مواجهة ومقارعة الجانب الإسرائيلي، وكأنه لا يوجد هنالك دولة لبنانية. وعلى هذا الأساس يمكن فهم الموقف الإيراني ما بين موقف الدولة وموقف الثورة. أقصد هنا مؤسسات الثورة، مؤسسات الثورة لديها نظرة مختلفة عن مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالملف النووي، هي لا زالت بحاجة ماسة إلى الحركة الحوثية لمحاولة توظيفها في مصالح إيران وتحقيق أكبر قدر من المكاسب، عبر ليس فقط الملف النووي بل أيضا تسليع الملفات أو تكيش الملفات لاستغلال هذه الحركة لرفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الودائع الإيرانية المجمدة في الخارج. وبالتالي أعتقد أن إيران لا يعترف حتى بالمرجعيات الدولية وما حدث، وبالتالي قد يفهم تخلي المملكة العربية عن دعم الشرعية، لأنه قد تتحقق أهداف معينة من خلال التصالح السعودي الحوثي. شوفي انا بعتقد انه يعني كما ذكرت لك هو يرتبط بمصالح السعوديه في نهايه المطاف، لان السعوديه تريد البحث عن حل وسط يرثي مختلف الاطراف، والسعوديه تدرك تماما صانع القرار السياسي والامني انه الحركه الحوثيه لا تملك من زمام الامور للحوار بشكل مباشر ولا غير مباشر، بمعنى اتخاذ قرار فيما يتعلق بالعلاقه مع المملكه العربيه السعوديه، لانه هذا سوف يكون هو قرار ايراني بامتياز. وبالتالي انا اعتقد انه كانت السياسه واضحه بالنسبه لي، السعوديين تتفاوض مع الجانب الايراني بشكل مباشر حول الملفات الاقليميه وخاصه ما يتعلق بالتهدئه حول الملف اليمني. وضحت. أعود إليك دكتور عادل، مسألة عدم الإشارة إلى المرجعيات الثلاث في البيان الصادر عن هذا اللقاء ما بين الجانبين السعودي والإيراني في الصين، كيف يمكن فهم ذلك؟ وهل يعني يمكن القول أنه تراجع سعودي عن دعم الشرعية؟ اولا السعوديه تريد ان تفر من الساحه اليمنيه التي غرقت فيها، لانها دخلت هذه الحرب بدون استراتيجيه، بدون اهداف واضحه، وهي خلال فتره هذه الحرب عملت على تدمير الشرعيه وحلت محلها الميليشيات. اليوم لا يوجد جيش وطني ولا توجد مؤسسه امنيه، توجد ميليشيات، هذه الميليشيات لا علاقه لها بالدوله، وبالتالي ايضا الغرب حينما ينظر الى الساحة اليمنية وإلى الأطراف يجد أن جماعة الحوثي مهما اختلف معها فهي تمتلك قرار واحد يمكن التعاطي معه، لكن الشرعية أطراف متعددة متناقضة غير متفقة على رؤية وطنية واحدة،
والغرب دائما يبحث عن مصالحه، وهو لا يبحث لا عن أصدقاء ولا أعداء، ليس لديه أصدقاء دائمين ولا أعداء دائمين، وإنما لديه مصالح دائمة. أعتقد أن السعودية قد قررت منذ فترة مبكرة التخلي عن الشرعية، ابتداء من نزع القرار من الرئيس هادي وإحلال 8 أشخاص آخرين بديلا عنهم خارج إطار الدستور الجمهورية اليمنية، وخارج إطار أيضا التوافق الوطني اليمني. فعلينا أن نتوقف عند هذه اللحظة التاريخية، هذه اللحظة التي تخلت السعودية عن الشرعية وحولتها إلى أطراف متعددة. اليوم ما يحدث من صمت عن هذه المرجعيات هو النتاج أو هو الختام لما بدأت به في نزع شرعية الرئيس هادي، الذي أقرته جميع مرجعيات القرارات الدولية التي نتجت عن مجلس الأمن والأمم المتحدة. فباعتقادي بأن السعودية اليوم تعاني من أزمة وجودها في اليمن، وهي تريد أن تخرج بأي كيفية كانت، هي لا تفكر بالنتائج التي ستترتب عن خروجها، وإنما تفكر فقط كيف تفر من الساحة اليمنية. إيران تكسب دائما، وفي اعتقادي أنا ومن خلال المعطيات الموجودة لا يوجد خلاف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك تخادم في المصالح في كثير من الساحات في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي كثير من المناطق. اليوم إذا ضحت إيران بالمقاومة الوطنية فإنما تضحي بها من أجل أيضا الحصول على مكاسب، وهذا ما هو حاصل اليوم من خلال تضحيتها سواء في بحماس أو تضحيتها بحزب الله، وربما غدا يتم اغتيال بعض القيادات الحوثية، سيكون هذا أيضا بالتوافق مع إيران وليس بعيدا عنها. والتناقض الذي يظهر لنا في القرار الإيراني بين ما هو ناتج عن الدولة وناتج عن الثورة، في حقيقة الأمر هذه القرارات ليست متناقضة، وإنما هم يلعبون هذا الدور بشكل واضح، مرة يحاولوا أن يقدموا أنفسهم للحوار، وأطراف أخرى تقدم نفسها لمواصلة النضال ومواصلة الجهاد، وأيضا يكسبون في نهاية الأمر في كل المفاوضات التي يجرونها. حتى هذه اللحظة منذ 79 وحتى يومنا هذا جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في برامجهم الانتخابية يطرحون بأنهم سيواجهون إيران وأنهم سيقضون على إيران، ولكن لم تحدث أي مواجهة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية حتى يومنا هذا، والمواجهات التي تمت هي مواجهات كانت ربما متفق عليها. حتى المواجهة بين إسرائيل وبين إيران كانت واضحة للعيان، كل طرف يبلغ الطرف الآخر بأنه سوف يهاجمه، ثم بعد ذلك يتيح له الفرصة لكي يمتص هذه الهجمات. ونحن العرب والأنظمة العربية هي التي للأسف الشديد تدفع ثمن ذلك. نعم، نعود إلى مسألة التخلي السعودي عن الشرعية والمرجعيات الثلاث. هذا يقودنا إلى سؤال، أنه على الصعيد المحلي هل أصبحت هذه الأطراف جاهزة للتوصل إلى حل سياسي على الأقل الطرف الشرعي دكتور عادل؟ أولا الطرف الشرعي داخله أطراف متناقضة غير متفقة على القرار الوطني، وفي اعتقادي أي اتفاق قادم للسلام ستكون جماعة الحوثي هي الطرف الأقوى المسيطر بحكم أن مرجعيتها واحدة وقرارها واحد. اليوم إذا دخلت الطرف الشرعية، وحينما نتحدث عن الشرعية هنا نتحدث عن مؤسسات وليس عن جماعات، لأن هذه الجماعات لا تمثل الشرعية لا من قريب ولا من بعيد. إذا دخلت هذه الأطراف في مفاوضة سلام، فماذا سيكون موقف المجلس الانتقالي في هذه المفاوضات؟ المجلس الانتقالي لديه مشروع خارج إطار المشروع الوطني، هو لا يؤمن بالوحدة ولا يؤمن بالجمهورية اليمنية، ومن هنا سيكون هناك خلافات بينية داخل أطراف ما تسمى بالشرعية. والغرب لن يصمد طويلا ولن يصبر طويلا في انتظار هذه الأطراف بأن تحل مشاكلها، وبالتالي سيكون مع الطرف الآخر طرف صاحب الصوت الواحد، الطرف صاحب القرار الواحد. وأعتقد أن الشرعية لن يكون لها وجود في المستقبل القريب، وسيتم التخلص من كثير من الأسماء الموجودة حاليا وإبدالها وإحلالها بأسماء أخرى، لكن ذلك لن يحل المشكلة ولن يحل الأزمة اليمنية.
نعم، أعود إليك سيد نبيل بالإشارة مرة أخرى إلى البيان الصادر عن هذا الاجتماع بين الجانبين من الصين. مسألة المبادئ الدولية هي دلالة عامة، ما هي هذه المبادئ التي يمكن أن تجبر جماعة انقلابية صنفت أكثر من مرة كجماعة إرهابية ومن أكثر من طرف، ما الذي سيجبرها على الانصياع والالتزام بهذه المبادئ الدولية وهي الآن تصنف ويصفها الكثير بأنها في أوج قوتها؟ شوفي، الآن بالنسبة لهذه الجماعات أو التنظيمات أو الميليشيات لا يوجد هناك مرجعية دولية تستطيع إجبارها، لأنه في نهاية المطاف مثل هكذا الميليشيات لا تفهم إلا لغة القوة، وبدليل أنه الحوار خلال الفترات الماضية لم يؤتي أكله، وبالتالي يعني علينا أن نتساءل دوما لماذا فشل الحل كثير من الحلول في حل المشكلة اليمنية. نحن نتحدث اليوم عن مرجعيات، ليس القرار الدولية بالنسبة للجانب الحوثي، بل هي مرجعية واحدة ممثلة في إيران. يعني أنا دائما بقول هذه مؤسسات الدولة والثورة من خلال تقاسم الأدوار فيما بينها هي التي جعلت هذه الميليشيات أو أعطاها زخم، أعطاها قوة، خصوصا انه اي تطور سياسي راح يكون مشروط بتطورات الموقف السياسي والامني والاستراتيجي بالنسبه للجانب الايراني، ومن المرجح ان تركز ايران على تقويه موقفها من خلال هذه الميليشيات وهذه الاذرع، خصوصا بعد الخساره الاستراتيجيه التي منيت بها نتيجه لما حدث في فلسطين او في غزه ونتيجه لما حدث في لبنان، فبدا هنالك تغير في العقيده السياسيه والاستراتيجيه بالنسبه للجانب الايراني تحت وقع الصدمه، لان الايرانيين الان في صدمة كبيرة جدا، خصوصا مع احتمالية نقل الملف النووي الإيراني من أدراج الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي، والسيناريوهات التي سوف تترتب على ذلك، والتمهيد لتفعيل آلية ستاب باك على يعني هذا أحدث مع وصول طبعا إدارة ترامب، هذا أحدث دعيني أسميه إرباك كبير في الاستراتيجية الإيرانية، وبدأت تفكر بطريقة وبآلية جديدة لم يتبقى من خلالها سوى ميليشيات الحشد الشعبي، بعض الميليشيات المتواجدة هنا وهناك بإضافة الحركة الحوثية. الآن الإيران يبحث عن نقاط القوة ولا تريد أن تخسر هذه النقاط إلا من خلال تعزيز، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعزيز قوة الحركة الحوثية. الآن الإيران ما بيفكروا في مرجعيات ولا بيفكروا بحلول دولية، هم يبحثوا عن مصالحهم الاستراتيجية عبر تقوية هذه المخالب وهذه الأذرع في نهاية وهذا ما أشرت إليه دكتور نبيل، مسألة تجنب حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، بالتالي هل لديها القدرة على الضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات من أجل السلام في اليمن؟ وهنا أشير إلى الطرف الإيراني. يعني هم إذا شوفي بنهاية المطاف لا تستطيع لا الحركة الحوثية ولا أي من مخالب إيران الموجودة في المنطقة التقليل من قدرة إيران في السيطرة والهيمنة عليها وتوجيه قرارها بأي اتجاه كما ينسجم مع الجانب مع استراتيجية إيران. الإيرانيين يعني كما قال محمد جواد ظريف عندما سئل لماذا لا تنخرط إيران بشكل مباشر للدفاع عن المستضعفين ومن ضمنهم غزة وما يحدث في لبنان وما يحدث في اليمن خصوصا بعد الهجوم على ميناء الحديدة، قال بأن الدستور الإيراني صحيح أنه ينص عن الدفاع عن المستضعفين ولكن ليس الحرب نيابة عنه. وأنا أستذكرون حتى مساعد وزير الخارجية الإيراني عندما سئل أنه هؤلاء اللاعبين الموجودين في المنطقة لماذا لا تقوم إيران بالإنخراط بشكل مباشر للدفاع عنهم بدون ما يحدث في اليمن؟ قال نحن كمدربين كرة قدم نقوم بتدريب هذا الفريق هنا وهناك، وعمركم شاهدتوا أنه هذا المدرب ينخرط في المباراة، هو يجلس على المنصة للمشاهدة والتوجيع ومحاولة النصيحة هنا وهناك وتقديم الدعم هنا وهناك، وبالتالي الإيرانيين مارسوا سياسة النأي بالنفس عن هذه الأزمات الإقليمية. نعم. وتركوا الحركة الحوثية وحزب الله اللبناني اللي كان يعتبر هو دعيني أسميه هو عبارة عن فرقة مندوز تتبع للحرس الثوري الإيراني، وهي أحد المصدات المهمة للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني. نعم. تركوها لوحدها تلقى مصيرها، والآن اكتفوا بأن إذا في حل أي وجود أي حل سياسي ينبغي أن تعودوا إلى الطرف الإيراني على، وبالتالي هذا ما سوف يحدث في الحركة الحوثية مستقبلا في حال توجيه ضربات مكثفة سوف يكون موقفها يعني هو شبيه بالموقف اللي يحدث في لبنان وما يحدث في غزة. وبالتالي أنا بعتقد أنه الإيرانيين هنالك تغير مهم في استراتيجيتهم سوف ينعكس على سلوكهم السياسي وسلوكهم والعسكري في المنطقة، والإيرانيين هم بارعون في
إدارة الأزمات وتحويل التهديدات إلى إذن فرص. نعم دكتور نبيل، بناء على هذا الطرح سأنتقل إليك بسؤال حول الجانب السعودي، وما الذي يتوقعه السعوديون من إيران لإنجاز هذا الاتفاق السياسي؟ ولكن دعني فقط أنتقل بالسؤال إلى الدكتور عادل. مسألة أن الظروف الآن دكتور عادل أصبحت مواتية لتحقيق هذا الحل السياسي وتحقيق السلام، لكن خطاب البعض يشير إلى رفضه انتهاء هذه الحرب أو توقفها، هذه الحرب التي لم تبقي لليمنيين شيء. كيف يمكن يعني تفسير هذه الرؤية ورفض هذا الحل؟ كما قلت انه اليمن ساحة الآن خلفية، وهي لا تمتلك دولة وتعاني من هذا الضعف، فبالتالي هذه الأطراف تحاول ان تجعل من الساحة اليمنية ملفا يعزز لديها عناصر القوة في تفاوضها على مصالحها الخاصة سواء السعودية أو إيران. السعودية هي لا تثق بإيران، وإيران كذلك لا تثق بالسعودية، ولا يمكن أن يحدث أي تقارب بين البلدين، لأنني كما قلت هناك تنافس أيديولوجي وتنافس سياسي أيضا على المنطقة. هذا التنافس يجعل كل طرف يعيش في حالة من الشك بالطرف الآخر، حتى وإن تقارب البلدين في أوقات كما كان في عهد الشاه، إلا أنه أيضا حدثت خلافة عام 74 بين البلدين، وفي محطات كثيرة كانت تحدث الخلافات بين السعودية وبين إيران نتيجة للتنافس السياسي وأيضا التنافس الجغرافي. لا أعتقد بأن المرحلة القادمة ستفضي إلى حل في اليمن، على العكس من ذلك سيكون من مصلحة هذه الدول الإبقاء على الميليشيات التي تتبعها أو على الجماعات التي تتبعها في حالة تأهب لكي تحقق من خلالها مكاسب في أي مفاوضات قادمة. وأنا لا أعتقد أنه الحرب في اليمن هي تخص اليمن فقط، الحرب في اليمن هي جزء من الحرب في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وأي حل في اليمن لن يكون بمنأى عن الحل العام، الحل الشامل للمنطقة أو للشرق الأوسط كما يسمونه. أنت أشرت إلى مسألة الخلافات القائمة بين مجلس القيادة الرئاسي وأيضا مسألة التخلي السعودي عن هذا المجلس. السؤال في حال المضي قدما في هذه التسوية أو حتى تحقيق الحل السياسي، ما مصير هذا المجلس؟ هذا المجلس يمكن أن يعزز بأسماء جديدة لكي يصبح الحوثيون جزء من هذا المجلس، وسيتم الاستغناء عن بعض الأسماء إن لم يكن كلها، وإبدالها وإحلالها بأسماء أخرى. لا يهم السعودية في الوقت الراهن شكل هذا المجلس، يهمها فقط أن تصل إلى صيغة معينة يكون الحوثيون جزء من هذه الصيغة ويقبل الحوثيون بتلك الصيغة، لأن السعودية تفكر دائما بأنها تستطيع أن تشتري أمنها عن طريق المال، وهذه هي خطيئة سعودية دائمة للأسف الشديد. هي مستعدة أن تدفع للحوثيين أي مبلغ مقابل أن يقبل الحوثيون بأن يكونوا جزء من الأمن في اليمن، ونحن نعلم بأن استراتيجية الحوثي أو وجود الحوثي في الأساس هو جزء من تصدير الثورة الإسلامية في إيران، ولا يمكن أن يتوقف عند حدود اليمن، وهو يطمح لأن يصل إلى السعودية وما هو أبعد أيضا من السعودية. فتفكير السعودية في إطار الاستراتيجية تفكير يكاد يكون صفري، غير قادرة على أن تعطي أولوية لأمنها القومي من خلال الأمن في اليمن. هي دمرت الأمن في اليمن، دمرت مؤسسات الجيش، لا يوجد اليوم جيش وطني في اليمن ولا توجد مؤسسات، وهذا سينعكس بالتالي عليها مستقبلا وعلى أمنها، لأن الحوثيون سيكونون هم الأقدر وهم الأقوى داخل هذه المنظومة. وهذه النقطة مهمة دكتور عادل، سأعود إليك بسؤال عنها، مسألة بقاء الحوثيين قوة على الحدود السعودية، لكن أعود إليك دكتور نبيل.
مسألة التوقع السعودي بناء على حديثك مسبقا بأن إيران تبحث عن مصالحها، بأن إيران كل ما تقوم به هو فقط فيما يتعلق بملفها النووي وتحقيق كل المصالح مع الأطراف الدولية، وحتى أنها في حالة عداء شكلي مع الطرف الإسرائيلي وحتى الأمريكي. فيما يتعلق بالجانب السعودي، ما الذي تتوقعه السعودية من إيران لإنجاز اتفاق سياسي ينهي الحرب مع الحوثيين؟ يعني هذا يعتمد على الموقف الإيراني ومدى جدية إيران في تهدئة الأزمات الإقليمية، لأنه الآن الإيرانيين باتوا بلا عمق، خصوصا مع وصول إدارة ترامب وتوقع البيئة الصراعية أو العلاقة الصراعية التي سوف تكون مستقبلا ما بين الطرفين، وحاجة الجانب الإيراني للبحث عن استراتيجية جديدة عنوانها ليس فقط من خلال دبلوماسية التوجه نحو الشرق، الصين وروسيا كما تحاول أن تتحدث عن ذلك دوما، لكن في نهاية المطاف هنالك أطراف إقليمية موجودة وفاعلة مثل المملكة العربية السعودية التي تعتبر يعني دولة مهمة ودولة يعني لديها علاقات استراتيجية مع الدول الغربية ومع الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد، ولديها القدرة للدخول على خط الوساطة بين الطرفين إذا شعرت أن هنالك جدية إيرانية في نزع فتيل الأزمات الموجودة في المنطقة. لكن بدي أقول لك مهمة جدا وهو ما يخشى الإيرانيين، يعني هم الآن يخشوا لديهم حالة من دعيني أسميه يعني الرعب مما حدث ويحدث في لبنان، واستراتيجية أولا عبر استراتيجية ملء الفراغ ومن هي الجهة التي سوف تقوم بملء الفراغ عوضا عن إيران وعن الموجود في لبنان وموجود في سوريا، خصوصا مع احتمالية توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية مستهدفة. شفتي حدث العملية في تدمر، كانت يعني رسالة إلى ميليشيات إيران وأطباعها في سوريا، احتمالية أيضا توجيه ضربة عسكرية ضد ميليشيات الحشد الشعبي، وهذا سوف يجعل إيران تنكفئ إلى الداخل والبحث عن استراتيجية جديدة كما تحدثنا عن هذا الموضوع، خاصة أن إيران بدأ يتحدث عن الدول الشريرة وعن المؤامرة الدولية التي تحاول أن تحيك المؤامرات لإيران وأن تخسر ليس فقط عمق الاستراتيجي بل المجال الحيوي الذي سعت إلى بنائه وإنشاؤه عبر أكثر من 30 عام ودفعت مئات المليارات لتحقيق هذا الأمر. لكن في نهاية أعتقد الإيرانيين من خلال الترويج إلى ما يسمى بالخطة للتعامل مع التهديدات الإقليمية، تحاول إيران أن تقشر عن أنيابها مجدداً وتحاول أن تبحث عن مقاربة جديدة عنوانها إرباك أزمة المنطقة أو الإقليم عبر افتعال مشاكل جديدة بحيث تدخل المنطقة في أطار الصراع مجدداً، وهذا ما حدث. دعنا نفترض الإيجابية وحسن النية من قبل الجانب الإيراني ومسألة أنه لربما أو حتى تم التوصل إلى اتفاق سياسي وإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية، ما هو شكل هذا الحل وهذا السلام برأيك؟ يعني بعتقد أنه هذا يعتمد على الأطراف اليمنية بالدرجة الأساسية، هل هنالك جدية لدى مختلف الأطراف للوصول إلى حل توافقي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني؟ الأمر الثاني تفويت الفرصة على الأطراف الإقليمية والدولية للعبث باليمن واتخاذها كساحة لتبادل الرسائل مع الخصوم والمنافسين، وأنا بقصد هنا الجانب الإيراني على وجه التحديد. الجانب الثالث أيضا وجود توافق عربي، علينا أن نكون صريحين في هذا الأمر فيما يتعلق بوجود حل وسط لما يحدث في الأزمة اليمنية. أريد أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا، أنه استراتيجية حل الدولتين هي أحد الاستراتيجيات الإيرانية، يعني اللي طرح فكرة حل الدولتين في العراق دولة سنية ودولة شيعية، في 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 سوريا دولة علوية ودولة أو دولة شيعية ودولة سنية، في اليمن اليمن الشمالي واليمن الجنوبي أو دولة سنية ودولة شيعية، هم الإيرانيين وبالتالي هم ساعدوا من خلال الإيرانيين للأسف الشديد باتوا أحد أدوات الفوضى غير الخلاقة. هنالك دور وظيفي لإيران، وبعتقد هذا الدور الوظيفي سوف يتضح وسوف يزداد أهميته خصوصا مع خروج لبنان أو حزب الله اللبناني من معادلة أو من أحد الأذرع المهمة بالنسبة للجانب الإيراني، وربما الحديث
وهذا ما يتحدث عنه الإيرانيين في إعلامهم، خصوصا المحسوب على الحرس الثوري الإيراني، نعم أنه واضح هنالك حرب داخلية أو حرب نعم. أهلية في الطريق إلى لبنان، وبالتالي هذه أحد السيناريوهات اللي بتحدث عنها عدد نعم. المسؤولين للانتقال إلى الخطة بقى، بمعنى أن لا يكون هنالك طرف مستفيد، استراتيجية ملء الفراغ عبر دخول قوة عربية وبالذات السعودية. وضحت دكتور نبيل، سوف يؤثر بشكل أو الملف نعم. أعتذر لمقاطعتك لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة. باختصار دكتور عادل، مسألة بقاء الحوثيين كقوة على الحدود السعودية ومدى قدرة و يعني لن نقول رغبة وإنما قبول المملكة العربية السعودية بهكذا وضع، وهي التي تخلت عن حرب مدتها 10 سنوات كانت تدعم فيها الجانب الشرعي. هو بقاء الحوثيين مثلهم مثل حزب الله وبقية ما يسمى بالمقاومة هي رغبة أمريكية في الأساس. أمريكا لا تريد أن تقضي على ما يسمى بالهلال الشيعي، والحوثيين اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض منذ فترة بعيدة داخل الأوساط اليمنية، وهذا ما نتج عنه قبل أيام إنشاء ما سمي بالتكتل الوطني للأحزاب. أمريكا تريد أن تبحث عن تكتل مقابل تكتل الحوثيين، بحيث لا يتم إضعاف الحوثيين إلى درجة الإلغاء، وإنما يظلوا مثلهم مثل بقية القوى الأخرى، فقط ينخرطوا في العملية السياسية. الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة القادمة لا تريد هذه الميليشيات الشيعية أن تنتهي من الوجود، بل تريدها أن تبقى مثل ما هو حاصل في لبنان. أيضا يراد الحزب الله أيضا أن يبقى ولا يتم مسحه من الوجود، لكي أيضا يعمل عملية توازن داخل ما يسمى بالإطار السني. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن وضحت. الإطار السني ليس لديه مرجعية مثلما أن الإطار الشيعي له مرجعية واحدة. شكرا. وأعتقد أن إيران سوف تصل أو سوف تحقق كثير من الإنجازات في المرحلة القادمة على حساب السعودية. نكتفي بهذا القدر، أشكرك جزيل الشكر الدكتور عادل الشجاع الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من مدريد، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا ضيفي الدكتور نبيل العتوم الباحث المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.